تطبيق الحظر الصحي دون التقيد بالإجراءات الوقائية لا يجدي نفعاً، هكذا ترى حكومة النجف المحلية التي أكدت أن الحظر تسبب بأضرار اقتصادية. كتاب رسمي وجهه المحافظ لوي الياسري لبغداد أكد فيه أن التقيد بالإجراءات يكون أفضل من الحظر الذي قد لا يتم السيطرة عليه. الكثير من المواطنين كانت معاناتهم كبيرة، لا سيما البسطاء، يعني أصحاب القوت اليومي، أصحاب الأعمال البسيطة، البسطيات، الناس اللي تعمل قوت يومها تضرروا كثيرا بالتأكيد. لذلك وجهنا مقترح إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن يكون حظر التجوال جزئي طيلة هذه الفترة لحين أن تنزل الإصابات. حظر للتجوال وغلق شبه تام تشهده النجف إسوة ببقية المحافظات لكبح جماح كورونا، متاعب جديدة نزلت على عاتق أصحاب المحلات التجارية والأسواق البسيطة الذين رعوا للتغيير معاناتهم التي تضاعفت دون إيجاد البدائل وفق قولهم. أنا مثلاً مكان ما اغلاق تام، وهاي الناس اصحاب يعني عوائل تدري وشغل وهذا قوته يومي، يعني اذا ما اشتغل اليوم يعني الله اللي يعلم ايش يصير بحاله. فمثلا يعني مثل الالتزام بالكمامه، الجفوف او الوقايه، هاي يعني تعرف تعقيم ما تعقيم، الاختلاط شويه بتعال عن الاختلاط. اولا هذا الحظر قاعد يؤذي كل المساكين، هاي الفقره العاشه على قوت يومها. يعني انا سايق سياره تاكسي اشتغل خطوط خارجيه مبند، حاليا انا شو اسوي؟ اتداين من اخوي من جيراني، اصرفهم من اشتغل اما اوفيهم، ما عندي منين اجيب. ثانيا حكومتنا خشوف حال الفقير هسه بالوجبه الغذائيه، خي يكثرون خي يعطون كل وقت بوقتها. ياتي ذلك في وقت ما زالت تسجل فيها النجف ارتفاعا متصاعدا من الاصابات بكورونا وسط تحذيرات متكرره من انفلات الوضع الصحي. بين فكي الفقر وارتفاع إصابات كورونا، محدودو الدخل في النجف هم المتضرر الأكبر، ففضلاً عن تدني الواقع الاقتصادي يثقل حظر التجوال كاهلهم بأعباء إضافية. من النجف الأشرف، محمد رزاق، قناة التغيير.